في ستات كتير فترة الحمل بيجي لها التهابات في اللثة، ده بسبب قلق وتوتر طول فترة الحمل، كمان تغير في الهرمونات، كمان الستات بتكون خايفة من ان هي تاخد اي ادوية طول فترة الحمل عشان ما تأثرش على صحة الجنين. النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم على 3 طرق طبيعية هنقدر ان احنا نتخلص بيها من التهابات اللثة ونحافظ على صحة الاسنان طول فترة الحمل. يلا بينا. في الاول احنا عايزين نعرف ازاي بنستكشف الالتهاب اللي موجود في اللثه وايه هي الاسباب بتاعته. خلينا متفقين كده في البدايه، لو احنا بنغسل الاسنان بتاعتنا ولقينا فيها دم، او بنصحى من النوم بنلاقي في دم موجود في الفم، او احنا بنستخدم خيط الاسنان الطبي عشان نشيل بواقي الاكل اللي موجوده ما بين الاسنان لقينا في دم، كل دي علامات بتقول ان في التهابات موجوده في اللثه. طيب الحوامل هنا عندها الموضوع بيكون مختلف شويه، لان الحوامل بيكون عندهم ارتفاع في هرمون البروجسترون طول فترة الحمل، فده بيأثر عليهم ان هو بيخلي الالتهابات تبقى عندهم ازيد من الناس العادية، وده طبعا بيزود نسبة الجراثيم اللي موجودة او البكتيريا اللي بتهاجم اللثة. طيب ايه هي اعراض التهاب اللثة اللي بتكون موجودة فترة الحمل؟ بيكون في احمرار في اللثة، وبيكون في التهاب فيها، وبيكون في تورم فيها، كمان بيكون في رائحة فم كريهة، وده بيحصل في الغالب ما بين الشهرين الثاني والثامن، بيوصل للبيك بتاعته او بيوصل للذروة بتاعته في الثلث الاخير من الحمل اللي هو الشهر السابع والثامن والتاسع. عشان كده الحوامل بيكونوا معرضين نسبة كبيرة ان الاسنان بتاعتهم تسوس بشكل اسهل، يحصل فيها التهابات، ان الجذور بتاعت الاسنان تتكشف او تبدا تتلخلخ من مكانها او تتخلع. طيب احنا ازاي دلوقتي نعالج التهابات اللثه دي؟ هي خلاص امر واقع وحصلت معانا، ازاي بقى ان احنا نعالجها؟ خلينا نتكلم كده في البدايه ان في ناس كتير بتكون فاكره ان الحوامل ما ينفعش ان هم ياخدوا اي ادويه، الكلام ده طبعا غلط جدا، ينفع ان احنا ناخد ادويه كتير، بالدليل ان الحامل بتاخد مضادات حيويه، بتاخد ادويه فيتامينات، بتاخد مسكنات معينه، بس طبعا بيكون تحت اشراف الطبيب المختص. طيب خلينا نتكلم دلوقتي لو انت خايفه ان انت تاخدي ادويه معينه او الالتهاب اللي موجود عندك مش موجود بصوره كبيره، يعني مش عامل لك ازمه كبيره ومستدعيه ان احنا ناخد علاج. في عندنا 3 طرق طبيعيه لو التزمنا بيهم هنتجنب التهابات اللثه طول فتره الحمل. اول حاجه عندنا وهي تنظيف الفم بشكل جيد، وده قلناه قبل كده في فيديوهات كتير جدا ان احنا لازم نغسل الاسنان بتاعتنا مرتين في اليوم، مره الصبح اول ما نصحى من النوم ومره بالليل قبل ما ننام، ونستخدم فرشه اسنان ناعمه عشان نمنع التهيج بتاع اللثه وما نسببش ان هي يحصل فيها التهابات او ان هي تنزف بسهوله، فنستخدم فرشه اسنان سوفت ناعمه، ونستخدم معجون اسنان يكون مناسب لحاله اللثه. كمان خيط الاسنان الطبي الدنتال فلوس نستخدمه على الاقل مره واحده في اليوم عشان نشيل بواقي الاكل اللي موجوده ما بين الاسنان عشان نتجنب برضو لو تسوس او هيحصل التهابات في اللثه. وفرشه الاسنان والمعجون يتغيروا كل 3 شهور عشان بيتراكم عليهم البكتيريا والجراثيم. تاني حاجه معانا وهو ان انت تاكلي اكل صحي. الحوامل بيكونوا في الثلث الاول من الحمل اللي هو الشهر الاول والثاني والثالث بيكون عندهم مشاكل صحيه، عشان كده بنركز في ان احنا نقول لازم ناكل اكل صحي خصوصا في الفتره الاولانيه، نكتر من الخضار من الفاكهه من الميه، ونبعد عن المشروبات الصناعيه زي العصاير اللي بيبقى فيها سكريات عاليه والمشروبات الغازيه عشان دي طبعا مضره، ونبعد عن النشويات والسكريات عشان كل الحاجات دي هتاثر بالسلب على صحة اللثة والأسنان. تالت حاجة معانا والأخيرة ودي أهم نقطة هنقولها النهاردة وهي الغرغرة بالمية بملح. الغرغرة بمية بملح طب دي مفيدة في إيه يا دكتور؟ ما أنا ممكن أستخدم الغسول. لا، المية بملح مفيدة في إن هي بتساعد في التئام الجروح أو اللثة لو فيها أي مشاكل أو التهابات بتبدأ إن هي تهدى معانا. بس الغلطة اللي أغلب الناس بتعملها وبتجيلي بمشاكل بعديها بالعكس في إن هي بتحط ملح كتير جدا على كوباية المية، فبيبدأ إن الموضوع يأثر معاه في إن هو يحصل التهابات أو اللثة تبتدي ان هي يحصل لها تهيج او تتحرق. يبقى احنا المفروض نحط رشه ملح بسيطه جدا على كوبايه ميه دافيه. ايه الميزه اللي عندنا هنا بالنسبه للحوامل عن غسول الفم؟ غسول الفم ما ينفعش ان انت تستخدميه اكتر من مره في اليوم، قلنا قبل كده ان هو مرتين في اليوم بس، ده اقصى عدد لينا، وان احنا اقصى عدد نستخدمه لمده اسبوع خصوصا لو في ماده الكلورهكسيدين عشان بتسبب اصفرار للاسنان وبتعمل مشاكل تانية. فالمغسول بتاع الفم مش هينفع معانا في الحاله دي. هنا لو انت عندك الم او عندك مشاكل في اللثه، الغرغره بميه بملح هتبقى تمام، ينفع نستخدمها مره 2 3 4 في اليوم مفيش مشكله، نحط رشه ملح بسيطه الكميه تبقى قليله معانا. تاني حاجه معانا ميزه موجوده في الموضوع ده وهي ان الغرغره بميه بملح لو لا قدر الله انت بلعتيها بالغلط مش هتاثر على صحه الجنين، اما غسول الفم لو بلعتيه بالغلط ممكن يعمل معانا شويه مشاكل. طيب انت خلاص كبرت دماغك وقلت ان الكلام ده مش مهم عادي، يعني ايه التهابات لثه مش هتاثر معايا في حاجه، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل معاكي بالنسبه للموضوع ده؟ قلنا ان اللثه ممكن يحصل فيها انحسار، اللثه يبدا ان هي تتاكل، الجذور بتاعت الاسنان تتكشف،
مع الوقت يبدأ يحصل لخلخة في الأسنان وتبدأ إن هي تتساقط أو تقع من مكانها. بجانب المشاكل دي عندنا مشكلتين مهمين جدا، أول حاجة إن إحنا هيزيد الفرصة بتاعة الولادة المبكرة، تاني حاجة بيكون في انخفاض في الوزن عند الولادة. يبقى لازم إن إحنا نعالج مشاكل اللثة عندنا، ما ينفعش إن إحنا نستهون بيها، مش حاجة سهلة خالص. ومفيش مانع ويفضل لو إحنا عملنا في التلت التاني من الحمل اللي هي الشهور الرابع والخامس والسادس، ممكن نعمل تنظيف جير هيحسن معانا من حالة اللثة وهيساعدنا إن إحنا نكمل الحمل بصورة كويسة. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى اكون عرفتكم ايه هي الثلاث طرق الطبيعيه اللي احنا ممكن ان احنا نحافظ بيهم او نعالج التهابات اللثه طول فتره الحمل. لو لسه عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكي. ما تنسيش لايك شير فولو، ولو استفدتي من الفيديو ده ادعيلي دعوه بظهر الغيب. سلام.